اول مره اطلع هيك هاي هنا أنا اول ما علنت انه هي بنيه مو ولد. بس مو انت تغيرتي وقلت انا بعد هاي خلاص يعني حتى الفيديوهات مالتك حذفتين، يعني هسه قاعد تطلعين بشغلات اقوى من قبل اللي قاعد تطلعين، ما اعرف هسه انت وهاي من بعد قاعد تبكي. ايش بيها يعني معقوله صديق قاعد يتحجون يعني فاتحه الكاميرا وقاعد تصور وجهه وهي قاعد تبكي وتقول حتى وانا قاعد ابكي حلوه؟ واو مراحل الاخبار يعني وصلت درجه. هذا احس بالمقلب انه شوفوا لك اوكي شوفوا من ورا شلون يصير لك. سلام عليكم هيلي اي شباب على عباس وفيديو جديد، فيديو اليوم عن مقاطع التيك توك في رمضان، خلينا نشوف مقاطع التيك توك برمضان متغيره يعني متحسنه لو مثل قبل. تمام قبل ان نبلش هذا الفيديو يا الربع فجروا هذا المقطع لايكات، خلينا نوصل المقطع 1000 لايك، واذا انتم بعدكم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه وبس خلينا نبلش. شنو هذا؟ اول ظهور لعباس الشيباني بمسلسل حامض حلو. اوكي طبعا اللي ما يعرف عباس شيبان هذا ابو الاحمر. يعني هسه عباس حبيبي يعني هسه مفتخر ماخذ هذا الدور، دور مال واحد قاعد يرقص ويسوي حركات مال واحد مخبل. هاي اللي قاعد اشوفه انا، ما قاعد احكي من قلبي. شوف شوف حركاته. ايش تدور بالقاية؟ يعني اكو شيء قاعد تتبوع عليه وتدور هيك بديك؟ هاي هذا اول مقطع طلع لنا برمضان، طبعا مسلسل عادي، تمام؟ نشوف الفيديو اللي بعده. دراما. احنا قبل تقريبا اسبوع نزلنا فيديو، سامر نزل فيديو قال انه البنيه هاي خلاص تركت الشخصيه، خلينا نقول الشخصيه مال الولد وهي رجعت بنيه طبيعي. زين هذا الفيديو قبل يومين حاسس بنقص، هذا ترند يمكن. اوكي زين ليش؟ خلي اشوف والله مقاطعها، بدي اشوف والله. هذا منو هذا؟ العب. تعرفون هذا؟ فسفس اللي هي نفسها راما قالت عليه باللقاء مع سامر جيرماني، قالت انه انا الناس اللي كنت التقوا وياهم ونفسه هو صديقي جاني يقول لي سووا نفسك ولد، حتى شنو تجيبين تفاعل تمشين الترند مشاهدات ما مشاهدات، حتى امها قالت. هسه شو طلعت تصورين وياه؟ ما اعرف يعني لو احنا ما قاعد فهمت صح، لو انت قاعد يعني تضحكين على العالم. ماكو يعني انت قلتي انه انا الناس اللي كنت اصور وياهم بعد ما صوروا وياهم، هسه رجعتي قاعد تصورين وياه. هذا وانا ونفسه فسفس والفيديو قبل يومين جديد. هاي وين حتى لابسه ملابس مال بنيه. اوكي شو يعني؟ ايوه روح عمر طلع عباس، طلع عباس يقول قطيع عباس، قطيع عباس عندنا جاج كل شوي ريا جاج كل شوي يروح ويجي خرب يومه. ليش؟ أنا ما أعرف يعني هسه قلت أنا هاي خلاص يعني راح أترك، خلينا نقول نترك الشخصية مال الولد، تركت الشخصية مال الولد وصارت بنية طبيعي، رجعت بنية مثل ما هي. زين ليش هسه هذا تلتقي وياه اللي قلتي هو اللي قال لي سوي نفسك ولد وهيج؟ ما اعرف يا ربع ايش جاي يصير وياها؟ اول مرة اطلع هيجي هاي هنا أنا اول ما علنت انه هي بنية مو ولد. بس مو انت تغيرتي وقلت انا بعد هاي خلاص يعني حتى الفيديوهات مالتك حذفتين، يعني هسه قاعد تطلعين بشغلات اقوى من قبل اللي قاعد تطلعين، ما اعرف هسه انت ما اريد احكي شيء من يمي. ايش هالحركه؟ هاي راما يا الربع، يا الربع ما راح اقول شيء بس اقول انه الله يهديها ان شاء الله ويهديها على الطريق المستقيم وان شاء الله تشوف الناس اللي تمشي وياهم صح لو غلط، تمام؟ وهاي من بعد قاعد تبكي؟ ايش بيها يعني معقوله صديق قاعد يتحجون يعني فاتحه الكاميرا وقاعد تصور وجهه وهي قاعد تبكي وتقول حتى وانا قاعد ابكي حلوه؟ واو مراحل الاخبار يعني وصلت درجه. شوفوني حتى وانا ابكي حلوه. هي صديق تحجين والله 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 يلا يعني اكو عقل هنا؟
ايش دا يصير؟ والله ايش دا يصير؟ اعرف يا ربع يعني معقوله اهلها دا يشوفون الفيديوهات مالتها والحدث ساكتين؟ يعني اللي اعرفه اذا اهلها شافوا الفيديوهات مالتها راح يمنعوها، لان الفيديوهات اللي اذا تطلع ها؟ فما اعرف يعني تربيه ماكو، اخلاق ماكو، الاهل وين؟ وما ادري شلون يلبس، يعني كنا نعرف البنطلون يعني تقدر تلبسه عادي طبيعي، يعني وضع ايزي تقدر تلبسه، شلون يلبس ما تعرف، ما تعرف. بس هذا احس بالمقلب انه شوفوا لك، اوكي شوفوا من ورا شلون يصير لك. يا اخي احس شو هالحركة، الحركة الحركة اللي سويتيها؟ اوكي شوفوا من ورا شلون الحركة. يا اخي عيب والله، يعني هسه انت طفلة بعدك يعني 12 سنة 13 سنة. شو هالحركات؟ والله عيب، انه برمضان 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 برمضان. يعني شو نقول؟ نقول هم وزارة الداخلية، وزارة الداخلية طفلة يعني 12 سنة ولا 13 سنة عمرها ما أعرف. بس الأهل يعني يوصلك الأهل، أتابع بيتكم أشوف فيديوهات إيش قاعد تنزل، مقاطعها شنو، التيك توك مالتها شنو، إيش جد تسوي بين الملابس، يعني جايبة ملابس مشتريتها، يعني معقولة ما شفت الملابس اللي اشتريتها وجيت قامت طلع الفيديو بالتيك توك وبرمضان بعد برمضان. آخ والله العظيم ما أعرف شنو أقول، بس الله يهديك. صغيرة بعدها يعني الربع صغيرة والله، بس أقول الله يهديك إن شاء الله. أبو الأخضر مطلوب حي أو ميت؟ هاي زي يصير هذين المقاطع مال السفرات، يعني هاي قبل رمضان صارت سفرات ومال المدارس يروح المدينة العاب وهيجي. أبو الأخضر إذا شوف الفيديو علق السيارة كلها كرشت عليك. بني هاي يعني هاي حساب مال بني اسمها رسل الربيعي. بابا عيب وربع عيب والله والله عيب. نينو كبيرة هاي ذي فيديوهاته، ليه كبيرة هاي شوفوا النبو، نبو خاف تطلع نبو بالجامعة فضيحة الفضيحة. والله ما أدري إيش يصير بالبنات اللي عدة ده، شوف ذي المقاطع مال التيك توك، ما أعرف هذا المجتمع مال التيك توك. أنا من أطوع على مقاطعهم أقول إنه ذولا عايشين بعالم ثاني وإحنا عايشين بعالم ثاني يا الربع، يعني مقاطعهم ما أعرف، يعني معقول هيجي قبل تيجي تصور وتنشر عادي أمر طبيعي؟ يعني أكو شيء اسمه مستحي، أكو شيء اسمه عيب. يعني ست كاتبة مطلوب حي أو ميت، هاي اكو بيهم يجون بالتعليقات علو ترى الامر عادي طبيعي، وين وين العادي؟ وين العادي بالامر؟ اعرف هاي البنات ايش يصير بيهن والله، يعني يعني شو نقول؟ الله يهديك ماكو بعد هدايا ماكو، يعني هسه توصلين مرحله انه بدك تنشرين على العام هذا هذا الولد كرشت علي اريده. اخ ان شاء الله بس بليس يكرش عليك، اريده ياخذك ياخذك. كيف حكاي واقف في ايد الجباي هو الاخبار يمكن هم بي درجات، يعني اكو درجه ناصيه واكو درجه وسط واكو درجه عاليه. يعني البنات الثلاثه وانا بشوف شوف شلون المقسمات، وسط نص وسط شنو صغيره وسط كبيره، شوفوا مقسمات يعني لان قبل لا يصورن يعني مرتبات مالتهن الستايل والترتيب مالتهن مال الفيديو. يعني ما اعرف يعني هو الاخبال درجات تمام، هنا البنات وصلت الليفل ماكس بالاخبال. انا ما اقول شيء طبعا، قبل فتره هم طلع ترند مثل هذا يا الربع انه توقف بالشارع يم اللمبه الجلوب، يعني خصوصا يم التيل هذا الجلوب وتصور يم المقطع مال تيك توك. ليش ما اعرف، ما اقول شيء، بس ان شاء الله هذا هذا باع هذا التيل يوقع، بس مو يوقع عليك يعني يوقع على هذا الموبايل ويتفلش. انا ديك بعد ما اصور المقاطع تمام. تتحس محمر ربك نفس احساسي سم لابس ورد بيوتيفول اي انا بيوتيفول. الحياة بدون كتم ويا المراهق وتلع شنتي شنتي يعني مراهقة. وعدت سادة التعليقات زي ليش سادة التعليقات ليش بروا شريت لك لولا اوه تشبه
هذا اللي عذن اذن برمضان ترى تمام، هاي برمضان ما صار يمكن يوم لو يومين. وها طبعا اكو مقاطع يعني بالتيك توك، وها مالتنا التيك توك العراقي ما طلعتهم لان عيب يعني، اكو ناس تتابعنا من غير دوله راح يشوفون التيك توك ينشر التيك توك العراقي، والله زحمه والله زحمه عيب. فاوكي مثل ما شفتوا ذي المقاطع مال رمضان، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنمرت عليهم لان رمضان تمام، يعني شوف الاخلاق اللي عندي اكثر من الاخلاق اللي هم ينشروها. فاوكي مثل ما شفت هذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا به. كان اخوكم علي، اذا الحدث ما مخلي لايك خلوا لايك واشتركوا بالقناه، ومع السلامه.